مواقف النادي الأهلي الوطنية من وقت نشأته في 1907 إلى الآن أعتقد أن هي لم تنفصل يوما عن أحداث الدولة في مصر، الدولة المصرية. سيادة اللواء، كلمني عن دور الكرة المصرية في دعم المجهود الحربي ودعم القوات المسلحة، إزاي تثمن من خلال التقرير اللي سمعناه دلوقتي دور الرياضة المصرية دعما للقوات المسلحة في التوقيت ده؟ هو تسمحي الحقيقة يمكن كان لي لقاء سابق هنا في قناة النادي الأهلي في برنامج ذكريات، وكنا بنتحدث فيه الحقيقة عن المدخل اللي احنا بنتحدث فيه علاقة النادي الأهلي بالوطنية، بالجانب الوطني الحقيقة. ويمكن بقول ان من ضمن الحقيقة انا سعدت بالتقرير ده، لان يمكن برضو انتوا كنتوا اشطر في التقرير ده عن التقرير اللي اتعرض ايام ما كنا احنا معانا اعداد شاطرين بصراحه، معدلنا على اعلى مستوى ما شاء الله، يعني لقطات محدوده، لكن طبعا ده في اثراء لعظمه النادي الاهلي. نقول هو، شوفي حضرتك، كنت بقول لمجدي قبل ما ندخل، بقول دايما كده بحط مبدا في تقييم الامور، بقول اذا كان الهدف واضح التفاصيل بتبقى سهله، بس يمكن انتوا الاعلاميين بقى بتحبوا تخشوا في الايه، في التفاصيل صعب اكتر. من صعب النادي الاهلي زي ما برز الناس تفهم، زي ما برز في التقرير. طب كل بصمه من هذه البصمات بتمثل طب ايه؟ طب اكتر حاجه لفتت نظر حضرتك ايه فيه؟ في ان ارتباط النادي بما يجري في بلده، يعني ما يجري في الوطن. أيوه. النادي على علاقة وثيقة بما يجري على أرض وطن، على دراية كمان، وده ما انا بقول دراية، صحيح. شايف الدنيا فيها ايه وهو جزء من هذه المنظومة. صحيح. وبعدين تبص للقاعدة العريضة حضرتك، القاعدة العريضة من جمهور مصر، جماهير المصرية، الشعب خلاص مرتبطة بمين اكتر؟ بالنادي الاهلي اكيد، بالنادي الاهلي مفيش شك، خلاص مفيش شك، ده النموذج خلاص. طيب لما بتيجي بتطلبي حد يدي مثل او قدوه، بيطلع منين؟ اكيد من البيت، من بيت النادي الاهلي، من البيت ده، من البيت الوطني. وبعدين دي بتتوارث، شوفي حضرتك احنا بنحكي من كام دي؟ من 47 سنه، من اكثر من نص قرن، واخدبر حضرتك. كل هذه المواقف دي بتبرز، دي حقائق موجوده على ارض الايه، الواقع، مش مجرد. عشان كده بقول النادي الاهلي دايما، وشوفي حضرتك، بتتوارث من جيل الى جيل الى جيل. يعني وانا قاعد بتحدث معاكم دلوقتي بتخلوني استرجع كده، نقول دي حقيقة، شريط ذكريات ل 40 50 ربنا يديك الصحه فاتت واخبار حضرتك. والله لا، من شريط الذكريات ده، وشوفوا ازاي كانت النماذج موجوده. صحيح. وازاي ده يمكن الواحد دلوقتي ابتدى يزعل ان في شويه حاجات كده ابتدت تتغير، ودي مش مطلوب. احنا النادي الاهلي ده كان اقول دايما اقول ايه، بتاخدوا نموذج او قدوه. وارتباط الانسان او الانسان المصري بالنادي الاهلي ده كان بيعتبر شرف، ان ده انا عضو في النادي الاهلي، او انا مثلا رياضي في النادي. صحيح. الاهلي وما زال يا فندم. طبعا وما زال، وان الانتماء للنادي ده بقول بديه مثل للآخرين. فالنادي الأهلي طول عمره عظيم، طول عمره بيدي مثال للوطنية. وشوفي مين القادة اللي كانوا بيشاركوا بقى، شوف اللي جم بقوا، نقول إيه يعني، بيتحملوا دور مسؤولية للنادي الأهلي وارتباطه بالدولة خلاص. فالنادي الأهلي